مساء الخير طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا وسهلا بكم اكاديميه العطاء الطبيه، وياكم دكتور سجاد احمد شاكر. ان شاء الله راح ابلش وياكم بالاي ان تي اللي هو الانف والاذن والحنجره. بالبدايه راح نحكي على امراض الاير. الاير قبل لا نحكي على الامراض راح نقسمها الى 3 اقسام. القسم الاول اللي هو الاكسترنال اير، واللي شويه راح نعرف من شنو يتكون. القسم الثاني اللي هو الانر اير اللي راح ناخذه بالمحاضره الجايه، الميدل اير اللي راح ناخذه بالمحاضره الجايه، واللي بعده هو الانر اير. بالنسبه للاكسترنال اير قبل لا نحكي على الديزيز اوف ذا اكسترنال اير اللي الديزيز اللي راح نحكيها، قبل لا نتكلم عنها خلينا نعرف هي منين تتكون الاكسترنال اير، شنو البارتات مالتها. بالنسبه للاكسترنال اير انا عندي قسمين بها. القسم الاول اللي هو الاوركل يعني الاوركل اللي هو صيوان الاذن، هذا القسم الاول اللي هو الاوركلز اللي هو صيوان الاذن، تمام؟ هو بما يحتوي، يعني هو مكوناته. والثاني اللي هو الاكسترنال اوديتوري كانال، منين يبدي من شيء اسمه كونك، هذا هنا صاير، وينتهي وين؟ ينتهي بالتمبانك ممبرين. هاي الديستنس، هاي المسافه اللي من بدايته لنهايته ايش قاعد تتوقعون؟ مسافه هي 2.5 سي ام، اذا 2.5 سنتيم، تمام؟ 2.5 cm هي الديستنس مالت او الطول مالت الاكسترنال اوديتوري كانال. فهسه اذا نجي ناخذ الديزيز مال الاكسترنال اير، راح نقسمها الديزيز الى قسمين حسب الاجزاء مالتها اللي اخذناها. الاول هو الديزيز اللي وين يصير، اللي يصير بالاوركل، والثاني هو الديزيز اللي يصير بالاكسترنال اوديتوري كانال. زين، بالنسبه للديزيز اللي بالاوركلز واللي بالاكسترنال اوديتوري كانال، يا اما يكون كونجينيتال يا اما يكون اكوايرد. بالنسبه للاكوايرد اللي هي يا اما تروما او انفكشن او تيومر. كذلك الاكسترنال اوديتوري كانال نفس الحكي، يا اما كونجينيتال يا اما اكوايرد، والاكوايرد تروما تيومر انفكشن الى اخره. فهاي اللي راح نتناول اليوم، هذا اللي راح نشرحه اليوم. بالبدايه خلينا نحكي على الاوركل. بالنسبه للكونجنتال انومال، كونجنتال انومال يعني شنو هو؟ يعني تجيك الامايه او الطفل انولد، سواء ينولد وتشوفه او الامايه تجيبه الك الامايه، شو تقول لك؟ تقول لك دكتور هذا ابني اذنه ما ادري ايش بيها، الاذن مالته مو مثل، يعني هاي الاذن العاديه، هي مو مثل الاذن العاديه، الاوركل مالته مو مثل هذا الاوركلز، مو عادي، اكو فتخله بالاوركلز مالته، صاير الشكل مالته يختلف عن النورمال، فاني اباويه انه هذا الاوركل صاير بكونجنتال انومالي. زين، خلي نرجع شويه، اذا نريد نعرف الكوزات مال كونجنتال انومالي بشكل عام، خلي نرجع شويه للي اخذتوهن مثلا بالنسائيه مال العام، خلينا نشوف شنو ممكن الكوزات اللي يسبب لي كونجنتال انومالي. واحده من الكوزات اللي يسبب لي كونجنتال انومالي هو جينيتيك كوز، يعني اشياء جينيه، مثلا كروموسومال ابنورماليتي الى اخره. اثنين، اشياء لها علاقه بالام، مثلا ماتيرنال ديزيز، سواء الانفكشن سواء هارت ديزيز الى اخره. ثلاثه، الدراج اللي تستخدمها الام خلال فتره الحمل، ممكن استخدمت تيراتوجينيك دراج، والتيراتوجينيك دراج سواء الكونجنتال انومالي، سواء تشوه خلقي او تشوه ولادي، ما تمام. ممكن السبب الرابع انه فاميلي هيستوري، وهاي يعني فذن او ايديوباثيك. فإذا نباوع ذن الأشياء، إذا نباوي أنه ذني ممكن يسبب لي أنومالي بس مو مكان واحد، ممكن يسبب لي الأنومالي بمكان واحد، وممكن يسبب لي بأكثر من مكان، هنا بشنو يفيدني؟ هنا أنا هاي المعلومة بشنو تفيدني؟ تفيدني من تجين الأماية تقول لي هذا الطفل ابني إذنه مدرش بيها، أباوع لقيت الإذن مالته بيها كونجينيتال أنومالي، فأني لازم should exclude another anomaly in the body of this baby، تمام؟ أفحصه من راس الرجلي، أول شيء هو وين الأنومالي مالته صاير؟ صاير بالإير، وين صاير؟ صاير بالإذن. الإذن 3 أقسام عندي، عندي external ear، عندي middle ear، عندي inner ear. لازم أفحص الإكسترنال إير،
وافحص الميدل اير وافحص الانر اير واستبعد انه ما بيها لا ديزيز ولا انومالي. هاي اول وحده. الشغله الثانيه اللي اسويها اجي افحص الجسم كله من راسه رجلي، اشوف الهارت خاف بي مرمر، خاف بي ابنورمال ساوند، ممكن بي انومالي معناها، اشوف اللانج مالته شنو الساوند مالته، اشوف الابدومين، اسوي لها بالبيشن، السكروتام، التستس اللي موجودات اشوفهم والى اخره، ابوع على الاي مالته فاشوف اذا اكو عنده كون انا ذا كونجنتال انومالي. فمن لقيت انومالي هاي مو بس بالاذن، باي مكان بالجسم من تلقى انومالي تفحص الطفل من راسه رجلي على مو تتاكد انه بس هاي الانومالي عنده وما عنده انومالي ثانيه. هذا ماندتر، يعني شيء لازم تسوي، لازم تسوي. فهسه اذا نجي للكونجنتال انومالي مال الاوركلز، مال الاوركلز يقول لك any congenital anomaly of the external ear، يعني سواء بالأوركلز أو بالإكسترنال أوديتر كنال، may be associated with congenital anomaly، يعني ممكن يكون وياها congenital anomaly بمن؟ بالميدل and inner ear. لذلك لازم أستبعد الديزيز اللي يصير بالميدل and inner ear. Also any congenital anomaly of the ear may associated with، يعني أي congenital anomaly يصير بالإير ممكن يكون مرتبط مع congenital anomaly of the any part in the body، ممكن أي جسم بأي مكان بالجسم بي congenital anomaly ثانية. لذلك أنا لازم أستبعد وأتأكد إنه ماكو congenital anomaly ثانية، إنه ماكو congenital anomaly ثانية. فإذا نجي congenital anomaly اللي بالأوركلز، أول شيء راح ناخذ شيء اسمه مايكروشيا. شنو هاي المايكروشيا؟ انه الشيب، انتبهوا للشيب مال الاوركلز، الشيب مال الاوركلز يختلف. يعني بين هذا الطفل تباوع للشيب مالته تلقى الاوركلز مالته مال الصيوان مال الاذن مو مثل النورمال مالتنا، مو مثل شكلنا. هاي نتيجة شنو؟ نتيجة يعني ديفكت وين؟ بالامبريولوجيكال ايفنت، بالاحداث اللي تصير فترة الامبريولوجي، بحيث يصير ما يصير فيوجن كامل. انا ايش عندي؟ عند الكارتيلج لازم يصير بين فيوجن، لازم يتحدر وتصير وحدة ويا الثانية على مو تكون لي، على مو تكون لي الاوركلز، على مو تكون لي الاوركلز. من اكو خلل ديفكت بالفيوجن مال الكارتيلج ممكن يسبب لي مايكروشيا، ممكن يسبب لي مايكروشيا. من تجين الام عندها طفل عنده مايكروشيا، اباوي اقول لها حجيه لا تخافين، بس خلي احاول اتاكد انه ما عنده انذر انومالي، ما عنده انذر انومالي، افحص الجسم كله كل شيء ما عنده، عنده بس مايكروشيا. خاله هاي حالته سهله، مجرد انه انا راح يا اما راح ادزج له بلاستيك سيرجر. هذا ابو البلاستيك سيرجر ايش راح يسوي لك؟ راح يسوي لك بروستيسز، اللي هو شنو؟ انه راح يخلي لك فد اذن صناعيه. هاي شو وقت يخلي لك اياها؟ ما يخلي لك اياها هسه، يخلي لك اياها بعمر 6 سنوات. بعمر 6 سنوات ليش انا اخليها بعمر 6 سنوات؟ يقول لك because at this age the ears reach the adult size، يعني بهذا الامور انا ايش عندي؟ عندي الاذن، الاذن اول ما ينولد الطفل تكون الاذن مالته مثلا صغيره بهذا الحجم مثلا، تبدا الاذن مالته تكبر 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 لحد ما توصل ال6 سنوات. من توصل ال6 سنوات النوب يوقف النمو مالته، بعد ما تكبر الحجم مال الاذن بعد ما يكبر، من يوصل ال6 سنوات بعد ما يكبر تمام. فاذا هو كان يونيلاترال مايكروشيا، اذا كانت يونيلاترال انا انتظر لحد عمره 6 سنوات على مود اشوف اذنه الثانيه ايش صار حجمها، بالتالي الاذن الصناعيه اللي اخلي لي اياها تكون حجمها مساوي لحجم الاذن الثانيه النورمال. بينما اذا انا سويتها من وقت ممكن الاذن الصناعيه اللي خليتها تكون يا اما اكبر من النورمال يا اما اصغر من النورمال، ما اوصل للسايز او الاوبتيمم سايز اللي انا اريده او السايز النورمال اللي مساوي للاذن الثانيه. لذلك انا انتظر العمر 6 سنوات، لذلك انا انتظر العمر 6 سنوات. زين، هاي اول انومالي اللي هي بالاوركلز اللي هي مايكروشيا. الانومالي الثانيه اللي يصير بالاوركلز، شنو هي الانومالي الثانيه؟ اللي هو بري اوريكولار ساينس. خلينا نعرف شنو معنى بري اوريكولار ساينس. بري معناها قبل، اوريكولار يعني الاوركل يعني صيوان الاذن، اذا قبل هاي صيوان الاذن، قبل صيوان الاذن يعني هنا هاي القبله تمام. ساينس شنو معنى ساينس؟ معناها فتحه، معناها اوبننج in the skin. ايش اسميها؟ sinus. opening in the skin اسميها sinus. زين، هاي sinus اللي موجوده تجيك عم نقول جتك وحده قالت لك هذا الطفلي انولد عنده فتحه هنا صايره، ما ادري هاي الفتحه شيء طبيعي شيء مو طبيعي، يعني يحتاج انه اسوي له فد شيء. تجي تتباوع تشوف تفحص
تلقى هاي ساينس موجوده. زين خلي افحص الاكسترنال اير ما بيها شيء، الانر والميدل اير ما بيها شيء، افحص الجسم كامل كل شيء ما بيه جسم. ها هاي اذا هاي ساينس هاي كونجنتال انومالي. انت هذا ابنك عنده شيء اسمه بري اوركولار ساينس اللي هي فتحه صايره بالجلد. شنو سببها؟ سببها يصير ديفكت او يصير خلل بيمن بالفيوجن مال الاوركولار كارتليج. الاوركولار كارتليج لازم يصير بين فيوجن مرحله الامبريولوجي مثل ما قلت لك قبل شويه. من يصير خلل بالفيوجن مال الكارتليج شيء يؤدي لي ممكن الى وحده من الانومالي اسمها بري اوركولار ساينس. زين يما هذا البري اوركولار ساينس شو اسوي له؟ هم يحتاج انه اني اسوي له عمليه شو خوفوني باي. انت دام هسه هذا ابنك عنده بري اوركولار ساينس، دام البري اوركولار ساينس لحد الان كل شيء ما بيها، لا مسويت له سيمتومز، لا عنده انفكشن، لا ريدنس، لا ذن العلامات ساين مال انفكشن ما موجودات، معناها انا كل شيء ما اسوي له، مجرد اوبزرفيشن، مجرد اسوي له مراقبه، مجرد اراقب بيه واباوله، بس حجي هاي الفتره او خلال فتره حياته بس يصير بيها الم قوي، بس يصير بيها هوتنس، بس يصير بيها ريدنس، بس يصخر بسببها، بس يصير عندنا الاشياء الاربعه وحده منهن قبل تجيبي لي اياها. ليش؟ لان معناها صار انفكشن، فش راح اعالجها؟ راح انطيها انتبايتك، معناها صار سيمتوماتيك، انطيها انتبايتك وش اسوي لها؟ اسوي لها سيرجيكال اكسجين، اسوي لها سيرجيكال اكسجين اسدها. تمام. فالبري اوركولار ساينس بالتريتمنت اذا كان اسمبتوماتيك مجرد اوبزرفيشن، اذا كان اسمبتوماتيك، اذا كان سيمبتوماتيك لا والله اعطي انتبايتك واسوي له كومبليت سيرجيكال اكسجين. كومبليت سيرجيكال اكسجين هسه شو اخذنا؟ اخذنا البري اوركولار ساينس. شو راح ناخذ وراها؟ كملنا الكونجنتال ديزيز، كملنا الكونجنتال ديزيز مال الاوركلز، مال الاوركلز كملناها. شو راح ناخذ؟ راح ناخذ الاكوايرد ديزيز مال الاوركلز. الاكوايرد ديزيز مال الاوركلز يعني الامراض او المكتسبه اللي ما تصير من ولادته، يعني مو من الولد تصير عنده، مو من بطن امه وعنده هذا الديزيز او بادي يتكون عنده هذا الديزيز، لا ينولد ورا فتره يصير عنده. يجيك واحد ايش عنده؟ يجيك واحد لازم اذنه، اخ اذني توجعني، اذني موتتني، اذني ما ادري شنو، اذني مرمى. تجي انت تسوي له اكزامينيشن، كل شو اخر اذا خلى باوي تباوع الاذنه نسبكشن، راح اشوف اذنه لونها احمر وصايره سولنج صاير بيها مرمى. زين تحاول تسوي بالبيشن انها على مود تحس الماس اذا اكو ماس تو شيء، يا اما يصير تندر يقول اخ اذني وخر عني ما ادري شنو ما اقدر ما اتحمل ويوخرك، يا اما شويه يصير كوبراتيف والالم مالته قليل يخليك. فاذا خلاك ممكن انت بنسوي بالبيشن راح تحس اكو فلويد جوا ايدك، اكو مثل المي جوا ايدك، معناها شنو؟ معناها ممكن هذا فلويد، ممكن دم البلد، يعني يكون بشكل فلويد. هنا يجي دور الهيستوري، هنا تجي اهميه الهيستوري. زين بابا حبيبي انت هم صارت لك تروما، يعني هم تعوريت بيها اذنك، انضربت بيها، صار شيء باذنك، يصفين، يحاول يسترجع ذكرياته، يرجع شريط حياته، يصفين، يقول لك ايه انا قبل اسبوع المعلم قومني على الصبورة وما عرفيت وضربنا راجتي صار على اذني. حلو. او انا جاي العب طوبة ويا اصدقائي وشاتوا الطوبة وطاحت باذني. هذا كوز ثاني، معناها شنو؟ معناها اكو تروما صارت. وين صارت؟ بالاذن. زين هاي التروما اللي صارت بالاذن سوت لي انا الاذن بها طبقات، بها السكن اللي هي الطبقة الأولى، ورا السكن إيش راح يجيني؟ لوس كونكتيف تيشو، إنه بريكوندريوم، وآخر شيء كارتليج، آخر شيء كارتليج. الهيماتوما اللي يصير عندي، الهيماتوما اللي يصير عندي تتكون ما بين شنو؟ ما بين هذا الكارتليج الموجود هنا وما بين البريكوندريوم، يعني ذن الاثنين هنا بنصها شيء تكون عندي، يصير عندي الهيماتوما اللي هو البليدنج يصير هنا. ماشي يصير عندي البليدنج البلاد نتيجه شنو؟ نتيجه التروما اللي سببها له، يا اما الطوبه يا اما المعلم او انذر تروما. تمام. فسببت لي هيماتوما، سببت لي بليدنج، سميت البليدنج هو هيماتوما. هيماتوما صار ما بين الكارتريج وما بين البريكوندريوم. تمام. هذا يكون خطر بحاله انه انا ما عالجته،
فلازم اعرف انه شلون اتعامل وياه وشنو العلاج اللي اعالجه بيه. اذا اجي للاكوير ديزيز اوف ذا اوركلز، اول شيء التروما، التروما اللي هي سوينا هيماتوما اورس، يصير بروزنج وين؟ يصير بالاير. شو يصير بعد؟ يصير اكسترافازيشن فازيشن اوف ذا بلاد، يعني البلاد يطلع، يصير ما بين شنو؟ ما بين البريكوندريوم وما بين الكارتريج مثل ما رويتكم بالصورة. due to closed trauma، يعني شنو closed trauma؟ close و open. open معناها مثلا جيب السكينة وطببتها بإذنه وطلعتها فبقت فتحة، هاي open trauma. بينما إذا ضربت بوكس هنا هاي closed trauma، ما سببت له فتحة بهاي المنطقة. زين clinical feature شون يجيك؟ يجيك painful swelling of the oracles، اخ توجعنا ولازم هيك مرمى. ممكن يجيك ردش بلو سولونج، يعني لونها احمر على ازرق، زراق صاير بيها. ومرات اظل اسولف وياك ها ما سمعك، ها يصير قد ما الهيماتوما تصير قويه، قد ما الهيماتوما كبيره، شو السد لي؟ السد لي الاكسترنال اوديتوري كانال، بحيث بعد ما يسمع، بعد ما يسمع تمام، يصير دفنس، يصير دفنس ما يسمع. سبب شنو؟ بسبب السايز الكبير مال الهيماتوما اللي متكون عنده، ممكن انه ما يسمع. زين الهيماتوما ما يجيت ها هنا، أنا لازم انا اكون حذر وياه، لازم اعالجها بسرعه. ليش لازم؟ طبعا الهيماتوما تجيكم بالعمليه، ترى تجيكم ممكن صوره بالعمليه، فركزوا بيها. الهيماتوما ليش انا لازم اعالجها؟ لان الهيماتوما اذا ما عالجتها ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها انفكشن، راح يصير بيها انفكشن. ايش تؤدي لي؟ تؤدي لي الى بريكوندرايتس. بريكوندرايتس اللي هو البريكوندرايتس شنو؟ الالتهاب اللي يصير بصيوان الاذن، هذا البريكوندرايتس. شوفوا هذا بريكوندرايتس، هذا البريكون، وهسه راح اشرح لكم اياه بالتفصيل. هذا فاذا ما عالج ايش تؤدي لي؟ تؤدي لي بريكوندرايتس. بالتالي البريكوندرايتس الانفكشن اللي يصير اذا ما عالج ايش راح يسبب لي؟ راح يسبب لي ابسس، خراج. ذني اذا ما عالجت ايش راح يصير؟ البلاد راح يصير بي كلوتينج، بالتالي يؤدي لي الى شيء شو اسمه كاولي فلاور ديفورميتي. كاولي فلاور ديفورميتي، وهذا يكون ريفرسبل. ريفرسبل يعني من يتكون عندي هذا الكاولي فلاور، من يصير عندي الكاولي فلاور معناه هذا وصل لحاله الريفرسبل. فمرات بالعمل يجيب لك هاي الصوره، يقول لك شو اسمها هاي؟ تقول لك كاولي فلاور، يقول لك وات از ذا كوز، تقول لك كوز از بلاد كلوت ديو تو هيماتوما او ديو تو انتريتد هيماتوما اورس، انه هيماتوما عنده ما عالجته. راح يقول لك زين اذا كان الكوز هيماتوما اورس شنو ممكن التريتمنت مالته؟ تقول له دكتور التريتمنت مالته جدا جدا سهل، جدا بسيط. يا اما بالبدايه ايش اسوي؟ بالبدايه دام هي هيماتوما اجيب وايد بور نيدل، يعني سرنجه النيدل مالته يكون عريض. وش اسوي؟ اجي المكان الهيماتوما اطبب السرنجه واسحب، اسحب البلاد، اسحب البلاد. وش اخلي؟ اخليه دريسنج، يعني مثل الشاش، خليت الشاش انتظر فترة. اذا راحت الهيماتوما خيرا بها، هذا راحت وخلاص مشت الامور صارت تمام. اذا رجعت الهيماتوما من جديد، يعني انا سحبتها اليه ورا فترة ورا شوية قال لك دكتور هذا اكو دم رجع لي من جديد، هاي طلعت ورم، رجعت ورمت من جديد، معناها شنو؟ معناها هاي الهيماتوما ما يفيدها الدرينج اللي يصير بالوايت بور نيدل. لازم ايش اسوي لها؟ لازم اسوي لها سيرجيكال، لازم ايش اسوي لها؟ لازم اسوي لها سيرجري. فيا اما اسوي لها وايت بور نيدل وراها اخلي دريسنج هاي والطيب، يا اما اصير ري اكيوميليشن. ايش احتاج؟ احتاج اسوي انسجن والدور اسوي سيرجر، ودام اسوي سيرجر وانسجن لازم انطي انتي بايوتيك على مود شنو؟ على مود ما يصير انفكشن، تو بريفنت انفكشن، على مود امنع حدوث الانفكشن، على مود امنع حدوث الانفكشن. كملت حطيتها يلا روح. زين الانسجن اللي اسوي لها شلون يصير؟ يصير هيك الانسجن مالته، يصير على طول الاوركلز من هنا، ما اسوي ترانسفيرس، اسوي على طول الاوركلز. تمام. فهاي الهيماتوما، عرفنا الهيماتوما شنو الكوز مالته، عرفنا وين يتجمع البلد، عرفنا الكومبليكيشن مالتها واللي هي جدا مهمه، جدا مهمه، وعرفنا التريتمنت شلون اسويها. فش كملنا الاولى اللي هي التروما اللي هي الهيماتوما. هسه ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ الانفكشن اللي هي شو اسمه، اللي اسمه بريكوندرايتس. طبعا للعلم هنا انا ما منطيكم اياها بالمحاضره، بس بالعمل ممكن ينطوكم اياها. الانفكشن اللي يصير بالاوركلز عندنا تو تايب، عندنا تو تايب اوف انفكشن. The first type is pericondritis.
والسكند تايب اللي هو السيليولايتس. السيليولايتس شلون؟ طبعا الاثنيناتهم يصيرون بالاوركلز، اثنيناتهم يصيرون بالاوركلز، بس شلون اميز بين البريكوندرايتس وبين السيليولايتس، وخصوصا انه نفس السيمبتومز، نفس السيمبتومز يجينا. اباوع للاذن، اباوع للاذن. اذا الاذن، اذا الاذن مال البيشنت كانت كلها حمراء، كلها لون احمر، معناها هاي سيليولايتس. يعني شنو كلها لون احمر؟ معناها هذا اللوبيول اللي موجود، هاي هاي اللحمه الزايده بالاذن، اذا لونها احمر معناها هذا سيليولايتس. سيليولايتس اذا لا والله هاي صايره حمراء، انتبهوا لها شلون حمراء وتلمع، وهاي ما صاير لونها احمر، تمام؟ معناها شنو هذا؟ معناها بريكوندرايتس. بريكون، فشلون اميز بيناتهم؟ اميز بيناتهم عن طريق اللوبيول، عن طريق اللوبيول. اذا كان لوبيول لونه ريتنس وصاير هوت معناه هذا سيلولايتس، اذا لا والله هذا بريكوندرايتس. فالبريكوندرايتس هو انفلاميشن وين؟ بالبريكوندريوم اوف ذا اوركلز. يا هو البريكوندريوم، هذا البريكوندريوم، هذا البريكوندريوم، هذا شو يصير بي؟ يصير بي انفلاميشن يؤدي الى شيء شو اسمه، الى شيء اسمه بريكوندرايتس. اتيولوجي شنو هو السبب مالته؟ يا اما التروما، او التروما، التروما مثلا صارت تروما، هاي التروما سببت لي هيماتوما، الهيماتوما سببت لي انفكشن انا ما عالجته، او هي هيماتوما من البدايه. يعني شنو هاي هيماتوما؟ انه انا هاي الهيماتوما اورس صارت عندي من قلت لكم ما عالجها، شو يصير؟ بس شو يصير لي؟ شو يسبب لي؟ يسبب لي بريكوندرايت، يسبب لي انفكشن. نتيجه شنو؟ نتيجه انه انا ما عالجتها. فبالتالي شنو الريسك فاكتور، او الفاكتور اللي سببت لي اياها، اللي هي مثلا الهيماتوما اور سببت لي بريكوندرايتس. زين، بعد شنو ممكن بيرن، انه حريق صار بيها وصار انفكشن، ممكن سيرجري، سوي سيرجري. لذلك انا من قلت لك اسوي سيرجيكال درينج مال الهيماتوما، لازم انطي بروفيلاكسيس انتي بايوتيك تو بريفنت انفكشن، تمام؟ فهي اهميه البروفيلاكسيس انتي بايوتيك، تمام. شنو التايب مال البكتيريا اللي يسبب لي بريكوندرايتس عاده؟ هنا أنا أقول لك الجرام نيجاتيف بكتيريا هي مور ذان جرام بوزيتيف. يعني الجرام بكتيف نيجاتيف اللي يسبب لي البريكوندرايتس هي أكثر من الجرام بوزيتيف. يعني إنه الجرام نيجاتيف هي أكثر بكتيريا سبب لي البريكوندرايتس. هاي المعلومة خصوصا السيدوموناس التايب مال سيدو، خصوصا هو هذا التايب هو الأكثر واحد سبب لي البريكوندرايتس. هاي المعلومة بشنو تفيدك؟ هاي المعلومة بشنو تفيدك؟ إنه البريكوندرايتس موست كمان للكوز الأورغانيزم بكتيريا هي جرام نيجاتيف، والموست كمان تايب أوف جرام نيجاتيف يا هو السيدوموناس. هاي بشنو تفيدك؟ هاي تفيدك باختيار الأنتيبايتك، باختيار شنو؟ باختيار الأنتيبايتك على مود أنا من البداية من أشوف هذا عنده بريكوندرايتس أختار أنتيبايتك يشتغل على السيدوموناس، يشتغل على السيدوموناس على الجرام نيجاتيف. مثل ما مثل الأمينوغلايكوسايد، مثل الجنتامايسين مثلا، مثل السيفالوسبورين، سيفالوسبورين الاستريازون سيفكسيم إلى آخره. الكليكال فيتشر شلون يجيك؟ يجيك حالة حالة القبلة، يا اما هماتين بينفول وهوت تندر سوالنج، يعني مال انفكشن. ابسس ممكن يتكون اذا ما عالجته، اي انفكشن. ممكن يجيك عنده ديستشارج ساينس اون ذا لاترال سيرفيس اوف ذا اوركلز، يعني هسه هذا الاوركلز مرات باللاترال سيرفيس يطلع لك ساينس هيك فتحه صغيره ويطلع منها ديستشارج. اللون مالته شنو؟ يكون لون مالته جرينش ديستشارج، اللون مالته اخضر، فممكن يطلع لك يجيك على شكل ديسشارج. هاي اذا اجاك ديسشارج معناه هذا واصل لمرحله متقدمه من المرض، معناه هذا مو بدايه المرض، واصل بريكون، ممكن حتى أبس يعني ابسس من كونه عنده، تمام. الكونستيشنال سيمبتومز اللي يصير بالجسم نتيجه شنو؟ نتيجه الديزيز اللي صار عند الجلد، الانفكشن، يصير فيفر، يسخن الجسم، ماليزيا، انه يعني يتعب هيك تعبان وجسمه مصل ويكنس صاير عنده، هيدك صاير، اول هيلث، يعني هيك شاحب صاير، تمام. ممكن شنو اذا ما تعالجت البريكوندرايتس ممكن تؤدي له الى ديفورمد اوركلز، يعني مثل كاوليفلاور، مثل الكاوليفلاور تتكون لي. فهاي البريكوندرايتس، هاي البريكوندرايتس. بالنسبة للتريتمنت مالتها انا قلت لك جرام نيجاتيف، هاي طبعا جدا مهم ما جرام نيجاتيف، قلت لك جرام نيجاتيف هي مور ذان جرام بوزيتيف، والمور ذان والموست كومن تايب اوف جرام نيجاتيف هو السيدوموناس. لذلك انا بالتريتمنت انطفت شيء يشتغل على السيدوموناس، يا هو سيستميك برود سبيكترم انتيبايوتيك، اللي هو شنطي انطي امينوغلايكوسايد، يعني انا ابقى انطي سيستميك انتيبايوتيك لحد ما يصير استجابه، لحد ما يستجيب الديزيز للدراج، وبالتالي يروح الديزيز.
فأنطي أمينو غلايكوسايد مثل جنتامايسين، أنطي سيفالوسبورين، تمام؟ يصير توب. إذا صار بي أبسز، أي أبسز موجودة بالجسم درونج، أي خراج يصير بالجسم لازم أوخره أسوي له درونج. فإذا أسوي إنسجين ودرونج للأبسز زين. إذا عنده ألم، إحنا إيش قلنا؟ قلنا ممكن يصير شنو؟ ممكن يصير عنده فيفر، ممكن يصير عنده مليز، ممكن يصير عنده هيدك. ذا شلون اعالجه؟ ذا انطي سيمتوماتيك تريتمنت مثلا انالجيسيا، انطي فتشيل الم راسه، انطي انتي بايروتيك اللي الاثنينات مثلا اسبرين وبراسيتول يشتغلك كانالجيسيا ويشتغلك كانتي بايروتيك، يعني يشتغلك كمهدئات مال الم الراس ويشتغلك على مود الفيفر. هاي الانفكشن بالبريكوندرايتس، الانفكشن اللي يصير بالبريكوندرايتس. ايش راح ناخذ؟ احنا ايش اخذنا؟ اخذنا الكونجينيتال كملناها، الاكوارد اخذنا، التيومر التروما، واخذنا الانفكشن. شو راح ناخذ هسه؟ راح ناخذ التيومر. بالنسبه للتيومر اللي يصير بالاير، هذا مو جدا مهم. ليش مو جدا مهم؟ لان اكثر شيء اللي يركزون به هم جماعه البلاستيك سيرجري، اكثر شيء البلاستيك سيرجري. لذلك اكيد انتم هسه لما ماخذين بلاستيك سيرجري، اكو وحده من المحاضرات اسمها مالينجنت تيومر او تيومر اوف ذا بلاستيك سيرجري، راح انطيك ذا التيومر بالتفصيل. بس هسه انا ايش راح اسوي؟ راح انطيك فكره عنهن. اول شيء التيومر، اي مكان بالجسم بي تيومر، يكون التيومر تو تايب، يا اما برايمري يا اما او يا اما بناين انه حميد، يا اما مالينجنت خبيث. والماليجننت يا اما يكون برايمري يعني طالع من هذا الاورجان، يا اما يكون سكندري جاي من غير مكان. فهذا الاتش اتش انا قسم التيومر. بالنسبه للتيومر اللي يصير بالاوركلز، اذا ناخذه كبناين وماليجننت، البناين هو يا اما بابلوما يصير، يا اما كوندروما، وذن علاج بسيط مجرد اكسجين راحت فضت راحت. الماليجننت تيومر عند ثلاثه، عند سكويموس سيل كارسينوما، عند بيزل سيل كارسينوما هو الموست كومن، موست كومن. وعندي ميلانوما، ميلانوما اللي هي شلون ميلانوما؟ شامة طالعة بالإذن، شامة بدت الشامة تكبر بالحجم مالتها، أو صار بيها بليدينج، أو صارت الريجولار بوردر مالتها، هنا ممكن تحولت إلى مالجنسي. أخذ بايوبسي يقول لك هاي الشامة تحول النيفوس، هاي تحولت إلى ميلانوما، لذلك عالجها كمعالجة تيومر. بالنسبة للسكواموس والبيزل سيل كارسينوما، خلينا نعطيك فد معلومة أنت استفاد منها. شوف أنا مو عندي هاي الإذين من نانا اللي هذا الخط، هذا الخط اللي صاير هيك من نانا هاي هيك، واللي جوه دائما التيومر اللي يصير هو سكويموس سيل كارسينوما. من نانا واللي فوق دائما التيومر اللي يصير هو بيزل سيل كارسينوما. هاي راح نعطيكم اياها بالبلاستيك معلومة لكم. فعندنا سكويموس وعندنا بيزل. مالجنت تيومر يوجوالي ابير از ulcerated ليجن، يعني ليجن صاير بيها مثل الالسر نصها سنترال نيكروز. شلون ادجنسها؟ بايوبسي، والبايوبسي اسوي لها هيستوباثولوجيكال، بعدين التريتمنت مالته اسوي لها سيرجري، يا اما اعطيها كيموثيرابي او راديوثيرابي او بس سيرجري. فهي هاي التيومر مال الاوركلز، هو هذا التيومر مال الاوركلز. هسه ايش اخذنا؟ كملنا الاوركلز، كملنا البارت الاول من الاكسترنال اير اللي هو الاوركلز، هذا كملناه. ايش راح نجي؟ راح نجي للاكسترنال اوديتري كانال، اكسترنال اوديتري كانال اللي ايش قد قلنا طولها؟ اللي قلنا طولها 2.5 سي ام، تمام؟ اللي تنتهي بالتمبانك ممبرين. نجيها اذا نريد نجيها، فايش راح ناخذ اول شيء؟ راح ناخذ شيء اسمه كونجنتال انومالي، حال الكونجنتال انومالي ذاك القديم، حال الكونجنتال انومالي ذاك القديم. بالنسبه لذاك القديم ايش قلنا به؟ قلنا اذا اجاك واحد، قلنا اذا اجاك واحد عنده كونجينيتال انومالي لازم افحص الاذن كلها، ولازم شنو؟ لازم اتاكد انه ماكو انذر كونجينيتال انومالي. هاي سواء اير سواء اي مكان، هاي المعلومه خليها ببالك، واحفظها. الديزيز اوف ذا اكسترنال اوديتري كانال اللي هو الاكسترنال اوديتري كانال، شنو الديزيز مالتها؟ اول شيء كونجينيتال انومالي، شنو الكونجينيتال انومالي؟ شيء اسمه مياتال اتريجيا، اتريجيا يعني شيء ما موجود، شيء ما تكون، او شيء يسمونه بلايند مسدود، تمام؟ فمياتوس اتريجيا معناها شنو؟ معناها الاكسترنال اوديتر كانال مسدوده، كلوزد، مسدوده، تمام؟ فهنا مسدوده ما راح يسمع. هاي يا اما تصير يونيلاترال،
يا اما تصير بايلاترال، يعني يا اما اذن واحده مزوده يا اما اثنينات المزودات، وهنا يفرق بالتريتمنت بالوقت مالته. هاي اولا الانسداد اللي يصير بها يا اما كومليت انه هاي كلها مزوده مثل ما بالصوره، يا اما بارشيال انه اشوفك هنا فتحه صغيرونه، هاي اسميها بارشيال. بارشيال تمام. التريتمنت مالته حسب الايج، فهو ايش عندي؟ عندي كونجنتال انومالي اول شيء ميات الاتريجيا، يا اما يكون بارشيال اللي هو مثل هذا، يا اما كومبليت انه هاي موجوده كلها مسدوده اوف ذا كانال مي بي اسوشيتد وذ اوريكولار ديفورميتي، يعني هاي الاوريكلز ما متكونه ومرات الاوريكلز متكونه وهاي مسدوده عادي نورمال، يا اما تكون يونيلاترال جهه واحده او تكون بايلاترال which cause conductive deafness، يعني سواء اذا كانت يونيلاترال فهي الاذن ما يسمع بيها، واذا كانت بايلاترال معناها الاذن الثاني ما يسمع بيها، معناها هذا ما راح يسمع. شنو هو التريتمنت مالتي؟ اول شيء اذا كان يونيلاترال دام اذن واحده ما يسمع بيها، اذن الثانيه يسمع بيها، يعني راح يسمع الحكي، راح يسمع اهل الشحجون، راح يعرف اللغه، راح يتعلم، راح يتعلم يحكي الاحرف، راح يتعلم يتكلم، راح يتعلم ينطق الكلمات، يعرف اللغة مالته من خلال الحديث اللي يصير بين أهله بين أمه وأبوه. تمام، هيك يصير. فدام يونيلاترال أنا ما أخاف منه، هذا البيشنت ما أخاف منه، أنتظر لحد ما يصير عمره 18 سنة وأسوي لها سيرجري، أسوي لها سيرجري. إذا كان بايلاترال لا، هذا أخاف منه. ليش أخاف منه؟ أخاف منه، أخاف منه لأن هذا إذا ما سمع بالبداية لا راح يعرف اللغة ولا راح النطق مالته يصير مضبوط، الاحرف مالته راح يصير ثقل بالحرف وهواي كلمات ما راح يحكيها. فلذلك اذا كان بايلاترال اثنين اذا ناتش اسوي له؟ احط له شيء اسمه بون اون كورد هيرينج ايد، مش وقت بالفيرست بيرثدي يعني اول ما ينولد، ايش احط له؟ احط له بون اون كورد هيرينج ايد. انا الهيرينج ايد اللي نعرفه انه سماعه احطها هنا، وهاي السماعه تخليني اسمع. بذن اذا مزودات اثنينات وين احط السماعه؟ فايش احتاج؟ احتاج شيء اخليه بالبون، خليه بالبون على مود شنو؟ على مود يسمع، على مود يصير بي هيرنج. هاي شو وقت اخليه؟ اخليه من اول يوم من الولاده، من الولاده تمام. وراها انتظر يصير عمره 10 سنوات واسوي له سيرجري بايلاترال. هسه ايش كملنا؟ كملنا الاول كونجنتال انومالي او الكونجنتال انومالي مالت من مال مياتر اتريشيا. هسه ايش راح نجي الاخير؟ راح نجي ناخذ الاكواير ديزيز. ورا ما كملنا الكونجنتال انومالي راح ناخذ الاكواير ديزيز. بالنسبه للاكواير ديزيز مال اكسترنال اوديتر كانال، انا عندي بالاكسترنال اوديتر كانال اللي طولها 2.5 سم اكفد معلومه اريد اعطيكم اياها، اكفد معلومه اريد اعطيكم اياها اللي هي شنو؟ شوفوا انا مو عندي هذا الاكسترنال اوديتر كانال، هاي الاكسترنال اوديتر كانال عندي، عندي سبيشيس جلاند، هاي سبيشيس جلاند اللي موجوده هنا أنا. تمام، هاي سبيشيس جلاند، هاي شنو وظيفه السبيشيس جلاند؟ هاي وظيفتها انه تطلع له واكس، الواكس تطلع له واكس. شنو هو الواكس؟ الشمع، الشمع. زين الشمع بشنو يفيدني؟ يفيدني انه يمنع دخول الحشرات، يفيدني انه يمنع حدوث الانفكشن بسرعه. تمام، الا فوائد، يعني هاي الفوائد اللي ممكن يفيدني بيها. احسن شيء انه هو يفيدني انه ما يخلي الحشرات الكبار يدخلن لجوا. فهذا شنو؟ هذا هو بروتكتيف بايوكيميكال اللي تسوي الجسم على مود يعني ديفنس ميكانيزم ينطي. مرات يصير عنده واحدة من الاثنين، يا اما هاي سبيشيس جلاند تطلع لي شمع بكميه جدا كبيره، ودائما هاي تكون فاميليال، يعني يقول لك انا ابوي هيك واختي هيك واخوي هيك. تمام، دائما تكون فاميليال هاي. فهاي شنو؟ هاي سبيشيس جلاند اللي يكون تطلع له هواي كميه من الشمع، هاي الاولى. الثانيه تكون هاي القناه، هاي القناه تكون نارو، تكون ناروينج، يعني شنو؟ يعني صغيرونه، يعني صغيرونه. انا ايش قد؟ مو 2.5 سنتيم، تكون اقل من 2.5 سنتيم، يعني شنو؟ يعني ضيقه ضيقه ضيقه، مكان ما هي هيج الكنال شو تصير؟ تصير هيج. معناها انه هذا الشمع اللي موجود بيها بالحالتين سواء يطلع بكميه كبيره او سواء اكو تضيق، ايش راح يصير بالنتيجه؟ بالنتيجه راح يصير امباكتد بالواكس، يعني شنو؟ يعني الواكس يبقى بمكانه ما يقدر يطلع، ما يقدر يطلع. هسه انا شلون يطلع الواكس مالتي؟ من اجي اكل، من اكل ايش راح يتحرك قديم؟
راح هذا الماندبل راح يتحرك عند الهيد مال الماندبل. هذا الهيد مال الماندبل من يتحرك شي يساعد لي، يساعد لي على خروج الواكس، يساعد لي على خروج الشمع من الاذن. فخروج الشمع من الاذن يا هو اللي يساعد لي على خروج، اللي يساعد لي هو الهيد مال الماندبل خلال الايتينج، خلال السوالونج اللي يصير. هاي تمام، هاي طلع لي الواكس. فمن من من يصير عندي تضيق بالقناة ومن يصير عندي زيادة بالواكس، هاي الحركة اللي يصير باليد ما تقدر تطلع لي كل الواكس، بالتالي يصير امباكتد بالواكس. زين تخيل انت هاي اذن وكلها مسدودة، هاي اذن وكلها مسدودة، معناها معقولة هذا البيشنت راح يسمع بشكل نورمال؟ انت تتوقع انه هذا البيشنت راح يسمع بشكل، اكيد ما راح يسمع بشكل نورمال 100%، ما راح يسمع بشكل نورمال. ليش؟ لان الاكسترنال انتر كانال مسدوده، عنده مسدوده، بالتالي ما راح يسمع بشكل نورمال. معناه راح يجيك عنده ديفنس، يقول لك دكتور انا ما جاي اقدر اسمع، انا احس اكو شيء غريب باذني، اذني تقوم تحك بي، لان الشمع من الجمع يسوي الحكه، تمام، ما جاي اسمع، الجلد مالته احس اكو شيء غريب، شلون فشي جاي يتحرك جوا الى اخره، تمام. فهذا شو اسمه، هذا اسمه امباكتد واكس. امباكتد واكس من يجيني الامباكتد واكس، هو شنو الواكس؟ هو بروتكتيف بايوكيميكال سبستانس، يعني شيء دفاعي اللي يطلع عن طريق شنو، السيروميناس او السبيشس جلاند. ذني اللي يطلع لي الواكس مال من مال الاوتر كارتليج بارت اوف ذا اكسترنال اوديتوري كانال، ات كم اوت اوف ذا اير كانال. يعني شلون يطلع عن طريق الاير؟ شلون يطلع؟ يطلع باي نورمال مايجريشن، تمام، assisted by the movement of the head of the mandible. مثل ما قلت لك الهيد مال الماندبل عن طريق الحركة مالته شو يسوي لي؟ يسبب له خروج الواكس من داخل الإذن إلى خارجها خلال الإيتينج أو السوالونج، من يبلع أو من يأكل. الإمباكتد واكس اللي يصير، يصير نتيجة شنو؟ نتيجة واحدة من اثنين، مثل ما قلت لك، يا أما excessive secretion of the wax، يا أما narrowing of the canal، واحدة من الاثنين، تمام تمام. شلون يجيك؟ مثل ما قلت لك، يجيك يقول لك هاي إذن تحكني itching، conductive deafness ما اسمع بيها، discomfort due to skin irritation، skin ما تحس بي discomfort، مو طبيعي، احس اكفت شيء abnormal. هذا هو هذا acquired disease مال auditory canals اللي هو impacted earwax. زين اجيت انت جبت الاوتوسكوب، جبت الاوتوسكوب، حطيت الاوتوسكوب، لازم انت متحط الاوتوسكوب، لازم شنو هاي الاذن ايش تسوي على مود تشوف، حطيته وباوعت. من تباوع ايش راح تشوف؟ راح تشوف الاذن عباره عن واكس كله شوي صاير بداخلها. تقول لي يابا انت هذا الواكس عندك وبس انظف الواكس تروح تصير وضعيتك تمام، خوش حكي خوش حكي. زين دكتور شلون تنظف لي الواكس؟ انا الواكس عندي لك ثلاث طرق، يا اما عن طريق هاي الهوك ادخلها ومن خلال هذا الراس مالتها من هنا اطلع الواكس، يا اما عن طريق الجوبسن، هاي الجوبسن يسموها اللي هي هاي دائريه اطبب واطلع الواكس بيها، يا اما عن طريق الاير سرنج، انه سرنجه ادفعها مي دافي، ادفعها واخلي جواها هيك فد شيء، شلون مثلا الطاسه اخليها وادفع انظف الاذن، يسمونه غسيل الاذن، غسيل الاذن. فبالنسبة للتريتمنت الامباكتد واكس should be removed either by اما واكس هوك اللي هي هاي واكس هوك، تمام، يا اما عن طريق الجوبسن هورن بروب، هاي طبعا نجيبوها الجوبسن هورن، يجيب لك اياها بالعمل، يقول لك هاي شو اسمها والمن استخدمها، تمام، يا اما عن طريق الاير سرنج، عن طريق الاير سرنجيك. بالنسبة للاير سرنجيك البروسيجر، اول شيء اجيب مي دافي، مي فاتر دافي، اخليه بسرنجه، السرنجه تكون كبيره، شلون هسه هاي السرنجه هيج، تكون سرنجه كبيره، اسحب بيها المي الدافي واجل الاذن، ارفعها اسويها للاوتر، المن اسويها، هاي جبت مي دافي، وشلون اخليها؟ اخليها بوش اوت اوف ذا اير، يعني هيج اسحبها الاذن، هيج اسحبها. وش اجيب؟ ايش اجيب؟ اجيب مثلا هاي قد شلون مثلا فد شيء انه طاسه، مثل الطاسه خليها هنا جوا، اجيب السرنجه اطببها ادفع مي دافي، الووكس ايش راح يسوي؟ راح يطلع يوصل بهاي الطاسه، ينزل كله بهاي الطاسه بهاي الطاسه بهاي الطاسه لحد ما يطلع الووكس كله، لحد ما يطلع الووكس كله، تمام. الاير الباينا مال الاير اللي هي هاي لازم بولت اوتورد، اسير هيلورد الاوتورد اند ابورد، والووتر اخليه
بالتالي كولكتنج وين يصير؟ يصير بالكدني دش. هذا الطاسة هسه راح اراويكم صورتها او راح اخليكم تشوفوها تمام. بس اقول له انا هاي العملية هيك راح اسولكها، بس قبل لا اسولكها راح اعطيك قطرات لان انت امباك تدوق صورات هيك صلبات كلش. فانا على مود ما تعبني بالغسل وعلى مود ما احتاج اسوي غسل ريكرنس، لان الريكرنس مال الغسل ممكن شي يسوي لي، ممكن يسوي التمبانك ممبرين رابتشر او انجري. هاي التمبانك ممبرين اللي هي الطبلة ممكن اسوي لها انجري، انا راح ادفع ووتر ادفع ووتر، فاذا سويتها هواي ممكن اسوي لها انجري، اسوي لها بيرفوريشن، اسوي لها خرق بيها. فش اقول له؟ اقول له هاك هاي قطرة اسمها ديواكس، ديواكس اللي تحتوي على صوديوم بيكربونات. هاي القطرة حط لي 6 الى 10 قطرات الى مدة 8 الى 10 ايام، 8 الى 10 مرات باليوم. يعني هاي القطرة حط لي 6 قطرات على 8 مرات باليوم، يعني تقريبا انا اليوم عندي 24 ساعة تقسيم 8 يعني 3، قلنا كل 3 ساعات حط له 8 قطرات تمام، او كل 3 ساعات حط 6 قطرات، يستخدمها لمدة 3 الى 4 ايام. وراها يجيني، وراها من يجيني من اسوي له الاير سرنجينج راح بشكل مباشر ينزل الواكس، ما يتعبني. ورا ما اكمل عملية الاير سرنجينج اللي هي غسل الاذن، ورا ما اكملها ايش اسوي؟ ارجع افحصها من جديد بالاوتوسكوب على مو شغلتين، يعني الاولى اتاكد انه كل الواكس طلع، كل الشمع راح. الثانية على مود أنا ما سويت تمبانك ممبرين بيرفوريشن، ما سويت له، أتأكد إنه أنا ما سويت له بيرفوريشن، والإكسترنال أوديتوري كانالز ما سويت له إنجري، ما سويت له إنجري. هذا الرابط مال اليوتيوب اللي حاط لكم إياه جوال، سووا له نسخ وطبوا على اليوتيوب، سووا له نسخ راح يطلع لكم فيديو مال الإير سرنجينج مال الوش أو ذا إير تمام. زين هسه إيش راح نجي ناخذ لكم وراها؟ راح نجي ناخذ لكم الفورم بادي. شنو يعني الفورم بادي؟ يعني يجيك واحد يقول لك دكتور اكفت شيء غريب طبب اذني، اكفت شيء غريب طبب اذني. اذا انت كنت قاعد بالطوارئ بالليل، شنو اللي يخوفك؟ يا نوع من الفورم بادي اللي يخوفك وانت قاعد بالطوارئ. يخوفونك نوعين يعني اجاك واحد شايل بنته قال لك دكتور هاي بنتي اكو دوده طبت باذنها، هنا انت قبل تلزم الحذر مباشره تخابر ابو الاي ان تي سبيشالست الجراح الاستشاري ابو الاي ان تي. السلام عليكم دكتور، هاي وحده عندها فد انيمالز داخله بالاير مالتها، تعال بسرعه. يجي مباشره يحاول يقتلها ويطلعها. ليش خطرة؟ لأن هاي الدودة من تمشي ممكن تروح للبرين، تصعد وين؟ للبرين. ممكن إذا صعدت للبرين سوي لك يعني فشي فظيع، لازم دورها يسوي عملية لما نطلع الدودة. هاي وحدة. الثانية إذا نطب بطارية، هاي البطارية اللي بيها أسد، هاي البطارية إذا طبت لي جوا هاي سوي لي بيرفوريشن، سوي لي تخترق بيها أسد، تخترق لحد ما تموع لي الاذين وتوصل للبون وحتى البون تموع. فذني خوفني بينما اذا اكو خرزه طابه، اذا اكو لعبه طابه، فتشي عمله نقديه طابه صغيرونه مثلا هيك فتشي دائره صغيره شلون عمله نقديه طابه، ذني لا ذني ابوعلها. اذا اقدر اوخرها، اذا ما اقدر يا اما اصيح ابو لي انتي يجي وخرها اذا انت بالطوارئ، يا اما اقول انتظر الصبح للاستشاريه يجون الطبيب الاستشاري يبخر لك اياها نورمال تمام. مرات يوصلون المرحله انه يشيلون الفورم بادي اندر جنرال انستيزيا عشان طابت جوا، فركزوا يعني اني اللي اقدر اشيلها يلا اوخرها، مو اظل هيك ادفع بيها يوصلون المرحله يدفعون لجوا لحد ما يجي ابو الاي ان تي باو هاي ما تطلع الا جنرال انستيزيا، فمرات يحتاجون جنرال انستيزيا يلا يشيلوها. فالفورم بادي ريموفد باي وان اوف ذيس ميثود. اذا كانت دوده لازم اول شيء اقتلها. شلون اقتلها؟ اجيبها لاويل انستليشن اللي هو مثل الدهن او الزيت، اخليها وين؟ اخليها هيك مثل القطرات، اخليها بالاذن. هاي ايش راح اسوي؟ راح تقتلها والدوره اطلعها عن طريق الفورس او عن طريق السرنجر غسل اطلعها. خو مو هي تتحرك وانا ابقى اركض وراها، هاي ما تفيد. اثنين اذا كانت فيجيتابلز موجوده شلون اشيلها؟ اشيلها عن طريق الفورسبس وراها احط كحول وياها كحول. اذا كان سمول فورم بودي مثلا سرنجه اشيلها عن طريق الفورسبس. اذا كانت لارج فورم بودي وطابه لي جوا وين اشيلها؟ عن طريق شنو؟ عن طريق بلانت هوك. هذا البلانت هوك
اطبين اجيها من وراها واشيلها زين. وده الامباكتد لارج لارج وامباكت طب اللي جوا سواء هي طبته اللي جوا واحنا ردنا نطلعها وما قدرنا طبنا اللي جوا احنا لازم سيرجري اندر جنرال انستيزيا اندر جنرال انستيزيا. فشوفوا انت لا تحاول تسويها وتمام متاكد منها لان مرات تحولها من لوكال او من شيء ما استخدم له انستيزيا الى شيء سيرجري ولازم جنرال انستيزيا. زين خلي اعطيكم يا هو اكثر مكان يصير بي الاوبستراكشن هنا اكو تضيق اسمه اسمس. هذا الاسمس اللي موجود هنا هذا the most common site of the foreign body. يعني دائما الفورم بدي القاه هنا فاني اجي اباوع اذا قدرت اشيلها يا اما اشيلها باي فورسبس يا اما اير سرنجينج او عن طريق الهوك. شلون اشيلها من الطبه اللي جوا اجي الفها من وراها والنوم اجرها على جهتي راح يطلع الفورم بدي. اذا كانت دوده لا اقتلها ماتت الدوده دوره يا اما فورسبس واشيل الدوده يا اما اير سرنجينج اغسل الاذن تطلع الدوده واحد. اذا كانت هنا أنا موجوده وحاولت اسوي بيها انا اطلعها وما قدرت اطلعها ودفعتها ووصلتها لهنا لتمبالك منبرين هنا لازم جنرال انستيزيا لازم جنرال انستيزيا تمام. فهذا الفورم بادي هذا الفورم بادي كم هنا خلص الفورم بادي خلصنا البارت الاول وراها لشوية احنا راح اشرح لكم البارت الثاني وسولف عنه بالتفصيل ان شاء الله. اذا اكو شيء ما فاهمينه او ان شاء الله فهمتوا كل المحاضره واذا اكو شيء ما فاهمينه تقدرون تتواصلون وياي. شكرا جزيلا لكم.